طيب أظن أن هبدأ دلوقتي. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ أنا بس عايز أقول إن أنا مبسوط إن أنا هدي سيشن زي دي لكوميونيتي جامعة السويس. أنا كده كده مسمع ليه أصلا. وكنت عايز أقول بس عايز أك introduction كده سريعة للسيشن. في حد عايز يتكلم؟ اوكي. كنت عايز اقول اولا، يعني هو ممكن كونتنت السيشن في الاول، ما يعني يمكن تحس ان هو ممكن يخض شوية، او يعني لو انت بصيت على الكونتنت ممكن تتخضوا سيكا. بس انا مش عايز اقول، عايز اقول بس ان هو مش مهم. يعني اتأكد وانت داخل السيشن او وانت داخل السيشن ان مفيش حاجة ميسنج خالص، يعني مفيش حاجة فايتاك او فايتاكي. عشان تبدأوا او تابعوا معانا في السيشن عامة. هي السيشن supposed انها intended ان الواحد مثلا يكون عارف شوية دي بي، او لو انت مش عارف دي بي برضو اهدر عادي. بس لو كنت عارف شوية دي بي تكتب ريكيرسيف كتير، بس عندك يعني مشاكل مع الاتريتيف، او مش عارف تفكر اتريتيف، او الاتريتيف مسبب لك مشاكل كتير، ازاي تفكر اتريتيف عامة، وليه الاتريتيف مهم وكده. فالسيشن انتندد لهذا الغرض. طيب، انا زي ما قلت ليا الشرف جدا ان انا ادي سيشن زي دي. I know إن ممكن أكون أنا مش أكتر حد experienced، بس يعني I'll try my best. اديني دي share my entire screen. Yes. Okay، مش عارف انت شايفين ولا مش شايفين، بتاع بيدلك شوية. تمام دلوقتي شايفين. Okay، ثانية عشان بتاع بيدلك. حاسس البتاع بيلاج عشان ريكوردينج. انا بريكورد باكسترنال او بي اس ستوديو، فانا مش عارف لو في حد يعرف ازاي هو جوجل ميت بيريكورد عامة ولا لا، عشان حاسس ان هو ده سبب اللاج. عشان جوجل ميت مش حاسس ان هو مش عارفين ازاي بيريكورد، مفيش حاجة بتريكورد فيها. هو غالبا في الاكونت البريميوم بس. اوكي تمام. طبعا كان من او بي ستوديو، لو لاج قرف كتير قوي او عمل مشاكل كتير خلاص بقى. اوكي. شكرا يا عمر. طيب، ده كونتنت سيشن. هبدأ اول كده وورمينج اب ببريفكس سم. بلاش بريفكس مين، ببريفكس سم بس. هو بريفكس سم اس دي بي. يعني هتكلم عن الموضوع ده في لحظة. وبعد كده سربرايزنجلي، أو تاني حاجة هنبدأ بيها على طول هي التوبولوجيكال سيرك. ليه؟ يعني أنا حاجة دي زي كده ممكن تكون توبيك ادفانسد شوية. دلوقتي الفكرة إن عشان الواحد يبص على الدي بي عامة، أو يبص إزاي ممكن يعمل أي دي بي إتريتيف، محتاج إن هو يعرف يعمل topological sorting على directed acyclic path. ليه؟ أنا هتكلم على ده بالتفصيل، بس يعني أنا هدي انترو صغيرة كده. عشان الواحد لو بص كده على شكل الدي بي هيبقى شكله directed acyclic، وإن الواحد عشان يعرف يعمل دي بي على directed acyclic graph محتاج يعمل topological sorting. فعشان كده بداية ال iterative دي بي إن يديك الباور إن أنت تعرف تعمل أي دي بي iterative بالتوبولوجيكال سورت. فدي الانترودكشن كده، ان الواحد يبص على ازاي ايه الطرق المختلفه ان الواحد يعمل بيها توبولوجيكال سورتنج لاي دايركتد اسيكليك جراف، وليه ده مهم، او لا ايه علاقته بالدي بي، وازاي الموضوع كلوسلي كونكتد قوي 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 بالدي بي. وبعد كده هتكلم عموما عن الدي بي، ايه الكومبوننتس الاساسيه اللي فيه. عندنا في جلوبال انفورميشن، لوكال انفورميشن، وفي ترانزيشنز، وان الترانزيشنز تكون اسيكليك، والستيت ساتفيت انت ميموري، وكل
كومبلكستي، وبعد كده الكونكشن تو توبولوجيكال سورتنج اللي انا كنت لسه كان عليه من شويه بطريقه بسيطه. وبعد كده هتكلم بقى ازاي الواحد يبص على اي حاجه قد بيها هو عامله قبل كده ريكيرسيف، بيعمله بطريقه اتريتيف عشان بحيث ان هو يبص على انفاريانس، يعني حاجه دايما بتزيد او حاجه دايما بتقل او حاجه دايما عارفين انها في ترانزيشن هتتغير بطريقه ثابته. فمثلا في نفسك هيبقى الاندكس بيقل، في الرينج دي بي لينث بيقل، الدي بي انكريز، الدبت بيزيد، البيت ماسك دي بي ممكن بوك كاونت بيزيد ساعات. وبعدين نتكلم على ازاي بقى اتريتيف دي بي فيرساتايل في ان هو يخلي حاجات كتير جامده تحصل اسهل، زي ان الواحد يعمل نوع ريدكشن او ان هو يستخدم بيت ست. تاني عايز اقول الكونتنت ما يخضكوش خالص. يعني لو اي حد عنده اي مشاكل ممكن يسأل كده في النص، ممكن ابوز. وفي نفس الوقت خش على السيشن، انت مش فاتك حاجة، فكر عادي، ما استفاد على قد ما تقدر. والاستراكشر ده انا مش حاجة ذاكرتها من حتة باي ذا واي، يعني انا الحاجات الكونسبتس دي انا مش دخلت على سورس قعدت ادور فيه ولقيت مثلا ان دي حاجات كونستانت موجوده في كتب كتير، لا الكلام ده انا مخترعه عادي. فمفيش حاجه زي كده. ويعني اهم حاجه الواحد يبص كده على الكلام بطريقه، يبص على الكونسبت اللي الواحد اشرحها بطريقه جميله كده شويه. اوكي، نبدأ ببريفك سام. ليه عايز أبدأ ببريفك سام؟ أولا عشان أنا كنت عايز أقول إن ال دي بي، عايز أتكلم عن حاجتين. إن باي ذا واي ده التمبلت بتاعي يعني عادي، ده بحط لونج لونج فوق تي تي. باي ذا واي هشرح سيشن في سي بلس بلس عشان دي أكتر حاجة تقريبا الكومبيتيتيف بروجرامينج كوميونيتي كلها بتتكلم بيها. ديفايند لاين فاست انبوت اوتبوت مشهورين، بعد كده اخد تيست كيسز وفانكشن بتسول. طيب اول حاجه كنت عايز اقولها في ال اول حاجه عايز اقولها ان الدي بي هي اي حاجه الواحد بيكمبيوت بيها فاليو اكوردنج تو الفاليو اللي قبل او اكوردنج تو ريكيرسيف فاليو. يعني لو انا خلينا نبص مثلا ان انا هاخد انبوت اري، خلينا في مسألة مشهورة أوي للبريفكس سم اسمها تقريبا كرة، أيوه هي دي. let's say دلوقتي إن أنا هاخد input array عادي أو vector، أنا بستخدم vectors دايما. كده خدنا ال input، هنخليه n plus 1 عشان البريفكس سم. ماشي. طيب دلوقتي انا لو عايز اعمل حاجة كل شوية بتديني sum من A1 up to AI، يعني A1 plus A2 plus حد plus AI، لسه بظن ان انا مثلا هدي queries، كل query هتكون ان انا عايز I يديني sum من حد AI. عارف ان دي حاجة كتير اوي معروفة، حاجة بيزك جدا جدا جدا، بس انا كنت عايز اتكلم على انها ريكيرسيف. يعني لو بصينا كده على البريفكس سم، لو عملنا شكل بريفكس سم عادي، خلي لونج لونج وات ايفر، هنبص كده هنلاقي ان احنا ممكن اول حاجه بنعملها في الدي بي عامه، او ان الواحد يفكر اتريتيف بطريقه سهله ولطيفه، ان الواحد اول حاجه بيدي ديفينيشن للاري. يعني مثلا let's say هنا ريف اي ايكوال A1 بلس A2 بلس لحد A1، وبعد كده اسولف نفسي على اساس اللي قبل. هو اهم حاجه في الدي بي، يعني او اللي بيديفاين الدي بي، او اللي بيديفاين يخليه حاجه بسيطه اتريتيف، ان هو ان الواحد بيحل نفسه على اساس الحاجات اللي هو حلها قبل، سواء حتى 2 او 3 variables. يعني احنا لو عارفين مثلا فيبوناتشي كانت بتتعمل بطريقه انها مثلا اف اي ايكوال اف اي ماينس 1 بلس اف اي ماينس 2، في ناس كانت بتعمل الحركه دي في فيبوناتشي ب 3 variables. يعني لو واحد بمسك 3 variables وبعد احط ازود واحد على الاثنين التانيين واسواب الثلاثه،
حلو. فده دايناميك بروجرامينج برضه، لان انا عملت حسبت حاجه على اساس الحاجات اللي قبل، فالبريفكس سم، مع ان في ناس كتير تحس ان هو مش كده، ولا البريفكس سم يعتبر دايناميك بروجرامينج، بس هو بس فيرجن كيوت شويه. طيب الفكره ان انا هنا احسب نفسي على اساس اللي قبلي ازاي، هيبقى اي اي. يعني انا دلوقتي انا عارف ان بريف على حسب الديفينيشن اللي انا اديته، يعني انا دلوقتي مدي بريف اي ايكوال من اي 1 لحد اي اي. طيب انا عارف ان ده ببريف اي ماينس 1، يعني انا عارف ان ده ايكوال بريف اي ماينس 1، فده اللي انا حسبته بطريقه جديده، اللي هو انا جبت ده رحت شايله ورحت حاطط بريف اي ماينس 1 ونزود اي اي. دي الطريقه العاديه جدا الواحد بيحسب بيها بريفكس. بس فبريف اي ايكوال بريف اي ماينس 1 بلس اي اي. انا كنت ممكن اصمت المساله دي اكسبتد ان واحد كل شوية يسورت array باين وعلى كده يحسب الصم على range، بس حاسس ان ده مش necessary قوي. اهم حاجة ان الفكرة بتاعت ال prefix sum وصلت، او الفكرة بتاعت ال DB عامة، ان الواحد ايه اللي انا عايز اجيبه من فكرة ال prefix sum. اولا ان اي حاجة بحيث انا بحسب نفسي على اساس حاجات قبلي وانا ماشي بتبقى DB. والحاجة التانية ان اهم من اهم الحاجات ان الواحد يفكر في ال DB iterative او ال DB عامة، ان هو يديفاين definition لل function، يدي definition لل function ويعمل transitions consistent مع ال definition. ده دايما لازم يكون صح، definition لل function و definition لل array، اعمل transitions according to the definition. okay. ده this is always out there. طيب انا دلوقتي هخش بقى topological sorting، فأي حد عنده أسئلة بس صغيرة كده، حد عنده أي أسئلة في الشات يتكلم عادي أي حاجة. أو باي ذا واي، لما كنا بنقول ترانزيشنز بقصد إن أنا الحسبة دي إن أنا بحسب نفسي على أساس اللي قبل. طيب واضح إن مفيش أسئلة، ثانية واحدة. ماشي اوكي. خش على مسألة جميلة دي. عندك دايركت جراف، اديك ال n vertices و m edges. الجراف ما عندوش سايكلز، دي حاجة مهمة جدا. وعايز the longest directed path، او longest the length of the longest directed path. حلو. ومثلا لو عملنا Let's see, let's see this academy. لو جبنا سامع في المسألة دي، لو جبنا جراف اهو directed، هيقول لك ال longest بس فيه كام؟ 3. ليه هو أصلا الرسم؟ البث ده 1 3 2 4. اوكي. طيب دي مسألة مشهورة أوي، او دي من اكتر المسائل اللي تحس ان الواحد ممكن يبص عليها من بيزكس الريكيرسيف دي. ليه؟ خلينا نبص كده على على المسألة دلوقتي. انا عايز احسب اللونجست باث في الجراف كله، فده ممكن ادي ديفينيشن. let's say هبدأ ديفينيشن فانكشن كده، اللونجست باث of x مثلا هيبقى the length of the longest path starting at x. حلو. ده definition. حلو. هنعمل كل ال transitions بتاعنا based on definition ده. هنحلها DB recursive عادي، هنحلها بطريقة عادية جدا، ان احنا نعمل recursive DB عادي جدا. انا بس هناخد ال input، احط اعمل array كبير، لو حد مش عارف الدي بي ريكرسيف بمسألة زي دي ممكن يكتب ازاي، ما يقلقش خالص، بس يوبزرف اللي هيحصل. وباي ذا واي ليتس سي، خلينا ندفاين الباث هنا بالنمبر اوف فيرتيسز فور كونفينينس. انا عارف ان المسألة عايزة النمبر اوف ايدجز، بس يعني احنا ممكن نواي نصون في الاخر. اوكي تمام. عندنا ان و ام،
وانا سامعني كويس برضه كل ده. سامعني كويس. بعد ما اتكلمت كل ده هسأل. اسمع علينا. ماشي اوكي، هاخد vertices edges عشان الجراف دايركتد. هبص ده يعني لسه هنا هندفاين مثلا جي اوف اي از ذا سيت اوف اول vertices from where I can go starting from i. ده definition بسيط لل adjacency list عشان لو حد مش familiar. اوكي تمام، اعمل function اسمها longest path. حلو، وعمل array save بيه values، بس اسميه save، حط فيه ال و و مم ست ب negative one والكلام ده كله. مم ست save negative one size of save. حلو تمام. دلوقتي انا عايز اعرف ال length of the longest path starting from x. حلو، اولا هنعمل الطريقة العادية عندنا بتاعت احنا هنعمل return equal save ال v، ولو ريت does not equal negative one يعني حسبته قبل كده هيتم الريت، وريت equal one. حلو، وبعد كده ب initialize ب one على اساس انها بت include ال vertex دي لوحدها. حلو، طيب خلينا نبص بقى على الترانزيشن ممكن يبقى شكله عامل ازاي. ال length بتاع ال longest path بادئ من عند x هو هيبقى الماكسيمو بتاع، مش عارف تتفقوا معايا او متتفقوش معايا في الحتة دي، ممكن قولولي يعني ايه رأيكم. هيبقى الماكسيمو بتاع ال length بتاع ال longest path، يعني الماكسيمو ما بين كل ال 1 plus ال length بتاع ال longest path ال starting from ال vertex اللي انا رايح لها. يعني لو هبص على كل vertex انا رايح لها، let's say لينا نبص على اي جراف. عندي جراف هنا في V وعندي adjacent vertex U1 U2 U2 U3 وهكذا، أعرف أروح لها و... وعندي باقي الجراف whatever. أنا بقول ال longest path من عندي هو هيبقى ال longest path 1 plus ال longest path من عند أي واحدة من دول الماكسيمم. I think this seems intuitive enough. وبس يعني تقريبا هو بقى عايز ال longest path في كل الجراف. هيبقى عندي بس let's say answer equal 0 هلوب على كل البتاع answer equal max answer وال longest path من i، وبعد كده سي اوت. ليه عملت memoization هنا؟ عشان ممكن كذا vertex تجي تتحسب بعد كده، بس سي اوت answer. حلو، يعني لو انا ممكن يكون تو vertices بيشاوروا على نفس ال vertex فانا محتاج كالكوليت ال answer بتاع ال vertex دي من واحدة بس. فده اللي خلى ال complexity بتاعت ال solution زي كده مثلا linear. حلو، اللي هو O of n plus m تقريبا، n plus number of edges. سي اوت انسر ماينس 1 عشان هو عايز ال edges. ثانية واحدة، ما اخدش test cases، مش محتاج test cases. تمام، تلاتة اتنين تلاتة برضو ماشي. تمام، ليه المسألة دي ليه بدأت بيها مع إنها ريكيرسيف أو حاجة زي كده؟ لأن أنا دلوقتي هحط ستيب زيادة بس كده صغيرة على المسألة وأشوف إيه اللي هيتغير. يعني دلوقتي شكل المسألة دي أو شكل الحل اللي زي ده ريكيرسيف، يعني أنا بأكل نفسي وأكل كل الناس اللي حواليا. يعني خلينا نبص كده مثلا على حاجة زي إي سي، الحمد لله. خلينا نبص مثلا على حاجة زي الجراف ده.
انا مثلا الاقي لونجست باس 1 هتكون لونجست باس 3، بعد كده كل لونجست باس 2، بعد كده كل لونجست باس 4 مثلا. حلو، وبعد كده نقوم 4 تحسب نفسها تلاقي نفسها 1، 2 تحسب نفسها تلاقي نفسها 2، 3 تحسب نفسها تلاقي نفسها 3، و 1 هتقعد تماكس مع العلم انها هتماكس مع الحاجات التانية، و 1 هتحسب نفسها تلاقي نفسها 4. تمام. فاحنا لو بصينا على الاستراكشر هنلاقي شكل كده، لو احنا بصينا على اي جراف عامة، مثلا اي جراف معين بدأت من عنده، هنلاقي الشكل الاستراكشر اوف كولينج بيريبريزنت بالظبط ال DFS. ليه؟ عشان هو DFS اللي هو depth first search في الجرافس. I'm assuming ان شاء الله معظمكم عارفين. ليه؟ عشان خلينا نبص كده، 1 هيكول 3، 3 عشان تحسب نفسها كول 5. حلو، ف5 حسبت نفسها، 3 عشان تحسب نفسها لسه ما حسبتش نفسها لازم تكول 6 برضه. حلو، وبعد كده نرجع ورا، 1 عشان تحسب نفسها تكول 4، 4 عشان تحسب نفسها تكول 6، وهكذا. فانا عشان احسب، عشان ابص على السيكونس اوف كولينج اللي انا بحسب بيها في الدي بي عامة، نلاقي شكل ال نلاقي شكل السيكونس بيريبريزنت الايه الدي اف اس. فانا let's say ان احنا هنبرنت السيكونس دي بالعكس. يعني مثلا هنبص كده دلوقتي، نبص على الجراف ده، انا let's say ان انا كل ما اطلع من vertex راح حاططها في ستاك معين او احطها في ترتيب معين. حلو، فانا دلوقتي رحت عند 5، خلصت الخمسة، حط الخمسة في الستاك، ارجع التلاتة، التلاتة تروح لمين؟ للستة، الستة هحطها في الستاك. حلو، وبعد كده رجعت خلصت التلاتة، حط التلاتة في الستاك، بعد كده الواحد لسه مخلصتش الواحد، روح للأربعة، الأربعة لسه مخلصتش، روح الستة، الستة أوريدي الستة خلصت أصلا مش هينفع أروح لها، فأروح للستة، أروح للأربعة سوري ما علينا، فالأربعة خلصت فأحطها في الستاك. وبعد كده الواحد دلوقتي خلص فأحطه في الستاك، بعد كده الاتنين، اتنين نلاقي كل الحاجات اللي بعديها خلصت فأحطها في الستاك. حلو، الشكل ده لو لاحظته بقى إن الترتيب ده لو عملنا ريدروينج للجراف بالعكس هنلاقي كل الإدجز بترجع لورا. يعني خلينا نبص كده، الاتنين مثلا الإدجز بتاعتها رايحة لتلاتة ورايحة لأربعة. حلو، واحد الإدجز بتاعته رايحة للكام؟ للتلاتة ولا الأربعة برضه؟ وبعد كده التلاتة رايحة للخمسة والستة، والأربعة رايحة للستة. نعم الشكل ده ميسي شوية، اعذروني، بس المهم إن إحنا شايفين إن كل الإدجز راجع لورا. لما يكون في ترتيب معين كده لل directed acyclic graph، بحيث إن هو النودز مترتبة كل الإدجز طلعوا قدام أو كل الإدجز راجع لورا، بس ده اسمه topological sort. يعني الجراف متسورت بطريقة بحيث ان لو في edge u v يبقى u جت قبل v. حلو، طيب، كنت عايز اقول ايه، فهنا وليه الموضوع لازم يكون الجراف acyclic؟ يعني ايه acyclic؟ يعني مفيهوش cycles. عشان لو بصينا كده مثلا، لو edge هنا راح قدام و edge هنا راح قدام، لو بتاع دي رجعت لورا فده مش هينفع. يعني انا لو عندي اي سايكل في الجراف مستحيل اعرف اعمل له توبولوجيكال سورت، ده اساس في اي سايكل مستحيل اعرف اعمل توبولوجيكال سورت. حلو، اوكي، طيب ليه التوبولوجيكال سورتنج مهم في مساله زي دي؟ دلوقتي انا لو خدت بالي ان انا في الدي اف اس او في الدي بي بتاعي عشان احسب نفسي لازم يكون اللي قدامي محسوب. يعني عشان احسب اللونجست بس من عند 3 لازم اكون عارف اللونجست بس من عند 5 واللونجست بس من عند 6، عشان احسب اللونجست بس من عند 4 لازم اكون عارف اللونجست بس من عند 6، عشان احسب اللونجست بس من عند 1 محتاج اعرف اللونجست بس من عند 3 واللونجست بس من عند 4. حلو، فانا لو مشيت بالترتيب ده وحسبت اللونجست بس ستارتنج من اي فيرتكس، انا عارف اللونجست باس من عند 3 هو هيبقى من 6 مثلا و5، وانا عارف ان انا حسبت 5 لو انا عشان ماشي ترتيب التوبولوجيكال سورت. يعني انا دلوقتي لو جيت
وحسبت اللينكت بتاع اللونج سبيس طلع عندي 5، طلع 1. حلو، اللينكت بتاع اللونج سبيس عندي 6، طلع كام؟ 1 برضه. اللينكت بتاع اللونج سبيس عندي 3، عرفنا ان هو ماكس ده بلس 1 وده بلس 1 فيبقى 2. اللونج سبيس عندي 4، يبقى ده بلس 1 فاللي هو 2، وواحد هيبقى ده بلس، هو الواحد المفروض يكون هيبقى ده بلس كام؟ انا حاسس ان لا، ده جراف تاني، سيبني الجراف ده خالص، كنت فاكر ان الجراف ده المفروض يطلع فيه اللينكس 4 بس انا اكتشفت ان ده جراف تاني اللي انا ماسكه ده. يعني الواحد بيبدأ من عنده 4 و2، الاتنين 2 بلس 1 بلس 1 3، فالماكسيمم 3، والاتنين نفس الكلام هيبقى 3. ليه انا عرفت احسبه؟ عشان انا ماشي بالترتيب ده، وانا عارف ان اي حاجه انا هروح لها هي اتحسبت اوريدي بالبروبرتي بتاعت التوبولوجيكال سورت، لان لو في اي اتش يبقى هو بعدي في التوبولوجيكال سورت. حلو جميل. فخلينا نجرب نعمل التوبولوجيكال سورتنج ده. لسه ان احنا نعمل فيزيتد اري، لسه اسمي بتاع ده دي اف اس او توب سورت، خلينا نسميه دي اف اس. حلو، ونعمل فيكتور، الفيكتور بقى نسميه توب سورت او توبولوجيكال سورتنج يعني. let's say top sort contains all vertices where if uv is an edge then u comes before v in top sort. لو انا visited return الطريقة العادية دي في اس، لو انا فيزيت نفسي وهلوب على كل ال adjacent دي في اس هوم، وبعدين وانا طالع بعد ما اكون خلصت كل ال adjacent top sort dot push back v. حلو، اي نعم انا محتاج الريفرس التوب سورت بعد ما اخلص، يعني انا هعمل دي اف اس كده همشي على كل الفيرتيسيز ودي اف اس وريفرس الاوردر بتاعته مش كسر توب سورت. ليه ده هيجارانتي ان كل الفيرتيسيز تكون حصلت؟ يعني انا دلوقتي انا عندي فيرتكس معين، بقول بص خش على كل اللي بعدي، وبعد ما اكون حطيت كل اللي بعدي في الستاك، كل اللي انا احرمهم في الستاك حطني بقى. يعني انا بعد ما اكون حطيت كل اللي بعدي في الفيكتور حطني انا نفسي، فانا مجرنتي ان انا كل اللي بعدي او كل اللي انا رايح له او كل الايدجز بتاعتي اللي طالعه مني محطوطين في الستاك قبل ما انا اكون اتحطيت او في الفيكتور يعني. وات ايفر يعني، عشان كده عملت ريفرس، يعني عشان انا بحط الحاجات كده واقوم ريفرس الاوردر، فخليه كده. وانا مش محتاج الريفرس الاوردر، وانا مش المفروض مش هريفرس الاوردر دلوقتي. let's say v comes before you في الديفينيشن ده. فانا عارف ان هو اتحط في الستاك وانا اتحطيت بعديه، فانا عارف ان الايدجز كلها طلعت قدام. اوكي دلوقتي بقى ايوه ممكن الحته الاخيره تاني. احنا قلنا هنعكس، هنعمل ريفرس للتوب سورت، بعدين رجعنا قلنا لا مش هنعمل. ليه تاني؟ معلش الحته دي هو عشان مساله بس، يعني انا عايز الاوردر يبقى بالشكل ده الايدجز تبقى راجعه لورا مش لقدام. ليه؟ عشان انا هيتريت على الـ على الـ على الفيرتيسيز، واحسب هحسب وانا ماشي. فاهم قصدي؟ يعني هي دي حاجه كونفنشن، يعني هي مش مهمه قوي يعني دلوقتي مش هتبقى مهمه بس انا اقول هي مهمه ليه بعد في المساله نفسها. طيب شكرا. فهمت قصدي؟ تمام. فالمهم يعني ان انا حطيت اهم حاجه ان الايدجز راجعه لورا، يعني في البتاع ده في التوب سورت هنا في كامز بيفور يو، يعني الايدجز راجعه لورا كلها دايما 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 في اي في الجراف كله. حلو. فاحنا عشان عارفين الايدجز، لو خدتوا بالكم بقى في حاجه، لو بصينا على الحل القديم هنلاقيه ماشي بنفس الاستراكشر، ان احنا عمالين بنحاول
ده اللي انا كنت لسه بحاول اقوله من شويه، ان احنا ماشيين بنحاول ده الشكل ده ريكيرسيف دي بي. حلو، احنا بنحاول نمشي في شكل دي اف اس. حلو، وبعد كده كل ما نكون كوبيتنا حاجه بنشيلها من الريت او بنحسبها خلاص تبقى مش نيجاتيف 1. وانا لما بروح لحاجه بكون عارف انها محسوبه قبل. نفس الاستراكشر بتاع الريكيرسيف استراكشر بتاع المساله دي، هنا نفس الفكره. هنا برضه انا هقعد دي اف اس دي اف اس دي اف اس لحد ما الاقي حاجه خلاص اتحسبت، وما حطيتها في الفيكتور حطيتها في الفيكتور حطيتها في الفيكتور. طيب بالنسبه لان الترتيب هنا مش هيفرق، الترتيب هنا مش هيفرق، لان انا لو بدات من اي فيرتكس انا عارف ان يعني انا بمشي بلوب عليهم كلهم، مش فارق من 1 لان مش فارق ان ال 1 مش فارق اي حاجه، عشان انا عارف ان انا لو عملت دي اف اس من عندي فيرتكس هي هتحط كل اللي رايح من عن... يعني هتحط كل اللي هي رايحه لهم قبل ما تحط نفسها. ده تمام. اوكي دلوقتي بقى انا عارف ان الايدجز راجعه لورا زي في الشكل الرسمه الغريبه اللي انا رسمها هنا دي. انا عارف ان الايدجز راجعه لورا. حلو، فانا عارف ان انا لو مشيت بالترتيب ده نفس الترتيب ده هحسب نفسي قبل ما احسب اللي بعدي، واللي بعدي هيحسب نفسه على الاساس اللي انا حسبتهم. يعني يعني دلوقتي خمسه مش هتحسب على اساس حد فتبقى واحد، التلاته هتحسب نفسها على اساس حاجه اتحسبت اوريدي اللي هي خمسه وسته عشان احنا ماشيين بالترتيب ده. فانا دلوقتي لو عملت array مثلا اسمه longest path، ده بقى array و longest path of i equal ده نفس الفكره اللي انا شغال حاجه بس نسميها اكس وبس. حلو، طيب لو انا هحسب حاجه زي كده همشيها ازاي؟ هقول لكل فيرتكس في التوب سورت، بعد ما عملت دي اف اس بقى خلاص اقول longest path of v equal 1 for int u في g of v longest path of v equal max longest path of v longest path of u plus 1، عشان هي ده في الاري بقى، فعارف ان اليو اتحسبت قبل الفي عشان احنا ماشيين بترتيب التوبولوجيكال سورت. حلو، وبقى نقعد واحنا ماشيين بقى هنمشي المينتين الماكسيموم او اللونجست ونماكسمايزه مع اللونجست واللونجست بس الفي ار سي اوت لونجست ماينس 1. الاستراكشر اللي احنا شفناه هنا ده انا صمت على طول ما تخافش كومبايليشن ايرور دلوقتي ثانيه. ماشي اكسبت معلش. الاستراكشر اللي احنا شفناه دلوقتي ده متكرر كتير في كل المسائل الدي بي، في كل المسائل الاتريتيف، لان انا عايز اتاكد ان انا لو هحسب نفسي على اساس حاجه لازم اكون متاكد انها اتحسبت قبل كده. خلي الحته دي نوتت شويه، لو انا هحسب نفسي على اساس حاجه لازم تكون اتحسبت قبل كده. انا هرجع للحته دي تاني بس يعني فده يعني انا دلوقتي عملت حاجه ريكيرسيف بتوبولوجيكال سورتنج ات ساوندز الليجل، وبعد كده رحت عامل ده اللي اسمه توبولوجيكال سورتنج، بعد كده رحت ماشي عليه اتريتيف وحسبت الدي بي بتاعي اتريتيف. طب سبوز ان انا مش عايز استخدم ريكيرجن خالص بقى. انا ما بحبش الريكيرجن. هعمل ايه؟ طيب ممكن اعمل توبولوجيكال سورتنج بطريقه ثانيه، ان انا احسب ديجري للفيرتيسيز، احسب ان ديجري للفيرتيسيز. يعني ان ديجري يعني النمبر اوف ايدجز اللي داخل للفيرتيسيز. فانا لسه ان انا دلوقتي هاجي انا كود ده مش عاجبني ثاني ممسحه بقى واكتبه من اول جديد عشان طبعا مش عارف ليه عملت كده بس يعني مش عارف. خلي كل حاجه زي ما هي ونعمل adjacent list. انا عملت كده ثانيه. انا محتاج الكومنتس. ايوه كده تمام، نمسح الحته دي بس وخلي دي تمام مش مهم، مش محتاجين فيزتت. ماشي
اوكي بس ان انا هعمل الريس من ديجري او ان ديجري ان ديجري و ان ديجري الاي از ذا نمبر اوف ايدجز يو اي ان يو او نمبر اوف ايدجز اللي داخله على الاي. واحسبه ازاي؟ ببساطه كل ما اخد ايدج ان ديجري الاي بلس البي بلس بلس. طيب صلى على النبي، همشي همشي ببص على الفيرتيسيز الان ديجري بتاعها زيرو، اخدهم احطهم في السورتنج بتاعي حلو، وببهم وديكريمنت الان ديجري بتاع اللي حواليه. لو الان ديجري بتاع اللي حواليه وصل لزيرو حطه في كيو، يعني انا همشي بكيو حط فيه الفيرتيسيز الان ديجري بتاعتها زيرو وديكريمنت كل اللي حواليها لو بطريقه بي اف اس شويه كده. اوكي بي اف اس يبقى معايا كيو حط فيه الفيرتيسيز بان ديجري زيرو، ولو ديكريمنت كل اللي حواليهم، ولو حد فيهم وصل لزيرو حطه، قصدي حطه في الكيو. يعني مثلا في الشكل بتاعنا ده عايز احطه في حته ثانيه، مش عايز اغير فيه جامد، امسح بس الحته دي كوبي هنا نغير نحط هنا. جميل جدا، نريدرو بقى الجرافيك الجامد ده، مش عارف ازاي جبته بصراحه. 1 3. انا قبل بس باي ذا واي قبل ما اخش على البي اف اس، طيب في حد عنده مشاكل في الحته اللي فاتت؟ اي حد؟ محدش يكسف، محدش يدق، محدش يحس ان فاهم. مع لحد دلوقتي معرفش مين، كم واحد حضر، كم واحد قاعد؟ 60 ما شاء الله. طيب تمام، نعتبر ان محدش عنده مشاكل. لو حد عنده اي اسئله ممكن يبعت في الشات. الفكره ان انت الفكره ان انت لما جيت تبدا ناس بدات مساله جراف دي بقى على الجراف، واخد بالك؟ الحوار كان على نفسي ما انا عشان كده اديت انترو في الاول، عمال اقول ان لو حد يعني ما حدش اتس اوكي لو واحد مش عارف جراف شويه، اتس اوكي ان اهم حاجه ان الواحد يكون حاسس ان هو مش فايته اي حاجه ويخش يفهم على قد ما يقدر. وليه انا بدات بالجراف اصلا؟ يعني ليه بدات بحاجه زي كده؟ عشان قبل ما اشرح اي اتريتيف دي فانا اكدت على الحته دي كويس ان محدش يخاف. تعدها يا شباب، عندي شغف خالص. طيب فهل هو عنيف بالنسبه لك؟ انا مش عارف مين كان بيتكلم صراحه، انا اسف. لا هي انا ما حلتش على الجراف لسه، تمام؟ بس يعني انا فاهم الالجوريزمات بتاعته، فاهم التكنيكس ازاي بفكر بيه وكده، بس لسه ما كودتش بيه يعني سيبك من البيزنس جراف، فاهم اللي هنا. تمام خلاص، ده ما حاجه. حتى لو حد ما يعرفش جرافس حاسس ان هو ممكن يفهم اللي هنا، لو مش فاهم يدي يسال عادي، ما حدش يكذب. There is no such a thing as stupid question. اوكي ماشي. فهنا let's say ان انا هيبقى معايا كيو مثلا، احط فيه واحد واثنين، بعد كده اروح مببهم واحطهم في الستاك، عندنا واحد عندنا اثنين، بعد كده ديكريمنت كل اللي حواليه، يعني واحده ديكريمنت اللي حواليها تخلي الان دي جي بتاعتها دلوقتي مثلا هي كانت اثنين بقت زيرو، قصدي هتبقى واحد، والاثنين هتخليها زيرو، ونفس الكلام مع الاربعه كانت واحد هتخليها زيرو، فالان دي جي بتاعتهم بقت زيرو، احطهم في الكيو. فانا وانا ببوب دول الاربعه في الكيو، وبعد كده الثلاثه تعمل نفس الحوار، والاربعه تعمل نفس الحوار، الثلاثه تحط، الاربعه تحط، وبعد كده خمسه تحط، وبعد كده سته تحط. فلو بصينا على الترتيب ده هنلاقي برده تبرزش كاسوي، هنلاقي بنفس الطريقه ان الادجز كلها طالعه قدام او ماشيه في دايركشن واحد، عامه واحد رايح على الثلاثه، واحد رايح على الاربعه، اثنين رايح على الثلاثه، اثنين رايح على الاربعه، أربعة تلاتة راح على خمسة وستة، وأربعة راح على خمسة وستة، وهكذا. الأربعة راح على ستة بس أنا آسف. ليه ده بيعمل كده؟ ليه الحركة دي بتعمل كده؟ عشان أنا ماشي بإنجليزي زيرو، يعني أنا قاعد باخد الحاجة اللي مش رايح لها إتش وببدأ بيها، بعد كده أروح أشوف إيه نكست حاجة اللي مش رايح لها إتش وأكمل بيها، وهكذا. حلو. فلسه هنا هيبقى عندي كيو، بعد كده ابدا بيه
you don't need to know BFS, you don't need to know DFS عشان الواحد يفهم الكلام ده. أرجوك ما أخليه معي. لو end grid i equals 0 أو شاف Q بعد كده معايا فيكتور اسمه top sort برضو كده while ال Q مفتيش أخد التوب بتاعه أو front بتاعه وبعد كده أحطه في التوب سورت وأمشي على كل اللي حواليا. لو الاندجري بتاعهم قل عندي قل الديكريمنت الاندجري بتاعهم لو الاندجري بتاعهم وصل لزيرو أحطهم في الكيو كل هذه البساطة. طيب هريفرس بقى المرة دي اوردر التوبولوجيكال سورتنج ليه؟ عشان الايدجز ماشية يعني لو خدنا بالنا ان احنا بنحط الفيكتور بالطريقة دي لفوق حلو فانا عشان الكمبيوت دول قبل ما الكمبيوت ده هريفرس الاوردر وامشي على وامشي على العكس حلو begin top sort dot end حلو وبعد كده بقى احسب اللونج سباس بتاعي بنفس الطريقه حرفيا انا هاخد الكود التاني كوبي بس بكتبه بصراحه مفيش اي حاجه اختلفت هنا. خلنا بالنا برضو ان هو نفس الفكره يعني انا بخليه ب1 وهو ماكسمايز مع كل اللي حواليه انا بخليه ب1 وماكسمايز مع كل اللي حواليه ف سبميت جي ماشي اوكي تقريبا ده طريقة ان انا اعمله بي بي اف اس او ان انا اعمله بطريقة يعني بايتيريتيف مانر كامل ان انا بمشي بشكل اندجري. او انا عايز اقول بس ان الطريقه دي حلوه جدا يعني ده بغض النظر عن دي بي بس انا هتكلم عنه برضو عشان ان احنا نتكلم عن توبولوجيكال سورتنج بنتكلم عن توبولوجيكال سورتنج. الطريقه دي في التوبولوجيكال سورتنج مهمه جدا او حلوه جدا انها بتعرف تديكت سايكلز ببساطه. لو 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 بعد ما خلصت ولقيت السايز بتاع التوب سورت سورتد سايز كاست الانت برضو احتياطي لو ده اقل من ان يبقى اعرف ان في سايكل اعرف ان في فيتكس ما اتحطتش. ليه؟ لو انا بدأت مثلا لو انا let's say ان انا عندي كام فيرتكس هنا 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 دي حاجة fun fact ملهاش اي علاقة بالدي بي مش مهم تفهمها دلوقتي ملهاش مش مهم اوي. لو انا عندي سايكل في الاخر دي مش سايكل دي سايكل حلو. لو قعدت ابوب الاندجري زيرو ابوب الاندجري زيرو هاجي عند هنا مش عارف ابوب حاجة فمعنى ذلك ان في حاجه ما اتحطتش في التوبولوجيكال سورتنج. لو ما اتحطتش يبقى معنى ذلك ان في سايكل. دي حاجه مهمه جدا about التوبولوجيكال سورتنج ده ان هو بيخليه يديتكت سايكل. في حاجه حلوه جدا ان انا ممكن اخلي كيو ده برايورتي كيو وارتبه بطريقه انا عايزها. بس ان هو بيقول لك اعمل توبولوجيكال سورتنج بس سورتد لكسيكوجرافيك حاجه كده مثلا بس ده مش مهم بالنسبه لنا دلوقتي. اوكي طيب ليه بقى ايه بقى لازمة الكلام ده كله او ليه الكلام ده كله مهم او ليه الكلام ده علاقته بالدي بي. الواحد بيمشي بعكس التوبولوجيكال سورتنج وبيحسب نفسه. اهم حاجة ان اول حاجة البروبرتي اللي احنا بصينا عليها ان احنا محتاجين نحسب اللي احنا رايحين له قبل ما نحسبه نحسب نفسنا وان انا اللي انا هقول عليه دلوقتي ان اي دي بي في الدنيا لازم يبقى في شكل ترانزيشنز اللي في اي دي بي في الدنيا لازم تبقى في شكل دايركتد ايسيكليك جراف. انا حاسس ان في حد كان عايز يتكلم. انا كنت عايز اسال سؤال بس ما رضيتش اقاطعك. هو اسمه دوت التوبولوجيكال سورت ممكن اديتكت سايكل لحاجه ان دايركتد برضو؟ مفيش توبولوجيكال سورت في ان دايركتد مش هتعرف تديفاين يعني اللي هو يعني احنا مديفاين التوبولوجيكال سورتنج هنا ان احنا عندنا ايدجز يو في يبقى لازم يو تكون جت قبل في. فلو عندك ان دايركتد يبقى كل حاجه سايكل. ليه؟ لان اندايركت عباره عن جراح جاي. ف
فالديفينيشن ممكن يكون مختلف شويه، فاهم قصدي؟ تمام. بس دي حاجه برضو انريليتد شويه. لا مش قصدي ان انت مش المفروض تسال، بس انا قصدي ان يعني لو حد ما يتخضش بس. اوكي. طيب اي دي بي في الدنيا لازم يبقى دايركتد اي سيكليك. يعني احنا لو بصينا على اي دي بي، ليتس سي ان عندنا ليتس سي فيبوناتشي مثلا، ممكن فيبوناتشي جميله جدا، بص على فيبوناتشي 5 ولا 6، احنا عارفين الفورمولا الشهيره اف اي ايكوال اف اي ماينس 1 بلس اف اي ماينس 2. لو انا عندي 3، عندي شكل جراف هنا كده، او شكل يعني شكل الحاجات اللي بتكل بعض. حلو، وعندنا دول البيس كيسز اللي مش بيكلوا حاجة. تيجي نلونها، ثانية. واحد زيرو، حلو، عارفين ان دول بزيرو، ده بزيرو وده بواحد. انا عارف عشان احسب مثلا اف 2 بحسب، خلينا نختار، بحسب اف 1 وبحسب اف 0. كل اف يعني اف يعني 2 بالديماند او بتحتاج 1 و 0. حلو، 3 بتحتاج 2 و 1، 4 بتحتاج 3 و 2، 5 بتحتاج 4 و 3، 6 بتحتاج 5 و 4. شايفين الشكل ده؟ عشان تقسم نفسها بقى دي هتبقى مش عارف 1 1 لسه في الاحمر، دي تحسب 1 1 و2 و3 5 8. شايفين الشكل ده؟ اولا الشكل ده دايركتد ايسيكليك او اللي هو داج. ثانيا الشكل ده الترتيب اللي احنا ماشيين بيه ده من الصغير للكبير توبولوجيكال سورتنج. والله ليه توبولوجيكال سورتنج؟ عشان احنا عارفين ايديز راجع لورا بس. ليه الدي بي دايما لازم يبقى دايركتد ايسك؟ يعني ليه هو اولا دايركتد؟ يعني ترانزيشن انا اي او ستيت معينه او ترانزيشن معين بيبدا بعند اي وجي بيعتمد على ستيت تاني. انا بس قبل ما اخش في الحته دي ممكن ادي انترو بسيطه يعني ايه دي بي، بس انا عايز بس هرجع للحته دي تاني. ستيت بتعتمد على ستيت تانية بدايركتد ايدج. يعني لو عندي ترانزيشن معين، ليتس سي في الفيبوناتشي، ليتس سي في مش عارف نابساك، وات ايفر، هنلاقي دايركتد ايدج لازم يبقى اسيكليك. ليه؟ لان لو عندي بكمبيوت مثلا اف اي، ليتس سي اف اي بتعتمد على اف اي اف جي مثلا، واف جي بتعتمد على اف كي، واف كي بتعتمد على اف اي، طب انا هحسب اف اي ازاي؟ لو يعني انا بعتمد على حاجه بتعتمد على حاجه بتعتمد عليا، طب انا مش عارف احسبها. فلازم اي دي بي في الدنيا، اي ترانزيشنز لما بعتمد على حاجه لازم تكون دايركتد اسيك، والا مستحيل يبقى دي بي. يعني لازم بروبرتي اساسيه في الدي بي ان هو ترانزيشنز بشكل دايركتد اسيك لبريف. it will all come together، بس bear with me. يعني bear with me. تمام. انا بس هرجع للشكل الاوتلاين بتاع السيشن. هبدا بحاجه بسيطه في الدي بي، يعني هبدا مثلا بس ان انا اشتغل على نفسك شويه، او اي دي بي حد بيحبه، حد بيحب دي بي على نفسك مش عارف. خلينا في نفسك حد مش عارف هنا منين، مش عارف نفسك. عندنا ان ايتمز كل واحده ليها ويت وفاليو، وعندنا كاباسيتي لنفسك هي W، محتاجين نكولكت as much value بحيث ان الصم بتاع ال weights at most W. يعني هنقعد نكولكت حبة items، لازم ال weight الصم بتاع ال weights بتاعها يبقى at most value at most W، وعايزين نماكسمايز ال value بتاعها. ودي DB طريقة نشوفها دلوقتي. خلينا نكتبها بشكل الكرسي، نفسها كانت مشهورة جدا، نكتبها بشكل الكرسي بعد كده نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. اوكي، نكتب نفسك عادي كده، ناخد ان بمية مش عارف، وعندنا دبليو بمية فايف بلس ناين مثلا مش عارف، وعندنا
انا اسمع ليش. ايوه الفكره بتاعنا بسك على السريع. المساله نفسها ولا الفكره بتاعنا بسك يعني ازاي ازاي الفكره وكده فاهمني؟ اه قصدي الفكره بتاعنا. انت فاهم المساله صح؟ يعني انت عارف المساله. اه تمام. طب ماشي ماشي الفكره تمام بسيطه كده تقدرش. اوكي اوكي كنا نقول لي اه ماشي. let's say نعمل function يعني الفكرة هتنفض دلوقتي احنا نعملها بدي بي بشكل معين ان احنا نعمل ماكس يعني ايش هنسأل الاول يعني عشان الناس تفول اطمع يعني. هو في ناس مش عارفة السؤال ماشي. اوكي عندنا n items حل. عندنا واحد حرامي داخل لا n شنط حل. كل واحدة وعن الشنطة كل واحدة عندها weight وعندها value يعني عندها وزن وعندها قيمة معينة. الشنطة بتشيلش أكتر من capacity W يعني ما عرفش أحط فيها weight أكتر من W. W دي given في الانبوت يعني. والحرامي محتاج يكولكت items بشكل بحيث ان اولا زي ما احنا قلنا ما ينفعش يشيل في الشنطه اكتر من ويست دبليو. عايز يماكسمايز الفاليوز بتاعتها يعني مثلا عندنا دلوقتي ايتم هنا 3 الويت بتاعها عندنا شنطه الويت بتاعها 8 يعني ما تعرفش تشيل اكتر من 8. عندنا ايتم الويت بتاعها 3 والفاليو بتاعها 30 الويت بتاعها 4 والفاليو بتاعها 50 والتاني الويت بتاعها 5 والفاليو بتاعها 60. فانا بيقول لك الاوبتيمال سوليوشن ان انا اخد الايتم موت 3 والايتم موت 5 طب في الشنطه بتاعتي موت 8 كده احنا الويتس عندنا 8 عادي مفيش مشكله. والفاليوز بتاعتها تبقى 90 فالانسر بتاعنا 90 وعايز الماكسيمم فاليو. حلو كده كده تمام. لو في حد مش مفولو اب ولا في حد مفولو اب كده تمام بالنسبه لنفسك. تمام اخدهم كلهم انا اسيبهم كلهم ايه اخدهم كلهم او اسيبهم كلهم صح؟ لا مش فاهم. انا قصدي يعني ان هما مش متقسمين اجزاء يعني مثلا ايه في مثلا يعني لما تاخد ايتم تاخدها كلها فعلا يعني ما ينفعش تقسم ايتم جزئين. اوكي ماشي لو ده كان سؤالك. طيب تمام تمام ماشي. هنحسب يعني هنحسب ال هنحسب بقى array كده بس هنعمله two dimensional. the max value of ij is the maximum value that can be collected from items one through i with maximum weight j. زي ما احنا قلنا في الDB عامة ان احنا نبدأ بdefinition. هنحل الفيرجن ده كده. ف هنبص على ترانزيشنز دلوقتي يعني اولا هيبقى معانا بس الابريز بتاعتنا ويت فاليو وماشي مش لازم ان ان فور انت اي كول 1 لا محتاجين دبليو الويت لا احنا مسميين دبليو مرتين مسميه ماكس ويت اي كولون ان دبليو اي 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 وبعد كده بعد كده نمسك الماكس فاليو ده ماكس فاليو. هنعمل بقى الفانكشن بتاعتها let's say انها تطلع find value whatever اسمها ايه اخد i وتاخد j. حلو دي اللي هترترن هترترن ده ترنس ده. حلو اوكي is there something missing no اوكي ماشي. وطبعا في الاخر هنسي اوت
ال find value of n و w أو max weight. ليه؟ عشان المسألة ال definition بتاعنا maximum value that can be collected from items from 1 to i with maximum weight j. فأنا عايز maximum value، المسألة عايز إيه؟ maximum value من 1 to n with maximum weight max weight. مبدئيا لو i equal 0 لو prefix empty return 0 على طول، وبعد كده اخد حاجة by reference ij، لو مش بنيجاتيف 1 هريترنها كده احسب خليها ب 0. وهنا بقى بتيجي هنا المسألة، هنا تيجي فكرة المسألة. الماكسيموم فاليو تقريبا نهاب، انت كنت تسألني على 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 فكرة المسألة. فكرة المسألة ان الماكسيموم فاليو ان انا كولكت من ايتمز من 1 لاي الماكسيموم ويت جي، امسك كل عن الايتم اي ياخدها يا ما ياخدهاش. بسيطة جدا. انا لو خدتها انا دلوقتي بحاول احسب الايتم يعني الفاليو بتاع من 1 لاي الماكسيموم ويت جي، فانا لو ما خدتهاش يبقى ماكسمايز نفسي مع الماكسيمم فاليو من 1 ل i minus 1 والماكسيمم ويت جي برضه. يعني لو انا ما خدتش الايتم i يبقى انا ببص على الماكسيمم فاليو that can be collected من items من 1 لحد i minus 1 والماكسيمم ويت بتاعنا لسه جي زي ما هو. يعني انا عشان انا عارف ان انا بحسب بكولكت items من 1 ل i، فانا لو ما خدتش i انا ببص على items من 1 ل i minus 1 من نفس الماكسيمم ويت. طيب لو انا خدت نفسي اولا لازم اتاكد ان الويت بتاعي كافي، لو جي اتليست الويت بتاع الاي، لو خدتها هيبقى هقلل الكباسيتي بتاعت الساك بتاعتي بالويت وارجع الاي ماينس 1 برضه وازود الفاليو بتاع الايتم اللي انا خدتها. يعني لو انا خدت نفسي ارجع هبص على البريفكس لحد اي ماينس 1، قلل الويت بتاع قلل الجي خليها قللها ب دبليو ار وبص على الماكسيمم فاليو اللي كان بي كولكتد بالكاباسيتي دي بالبريفكس ده وازود عليه الفاليو بتاعه بتاعت الايتم اللي انا خدته. في حاجه اللي كان بيسال فهمت دلوقتي شويه ولا اه؟ يلا جامد ان شاء الله. عاش دلوقتي الفكره بتاع الايتريتيف اللي ممكن استخدم البريفكس الصم كفكره بدائيه فيها يعني وكده تبقى تساعدني. لا مش فاهم السؤال بصراحه. دلوقتي احنا لو جينا نعمل دي ايتريتيف تمام؟ لا استنى ماشي ماشي تمام ماشي اوكي. دي انسامبل بس دي عامل كل حاجه لونج لونج عشان ممكن حاجه تفتش بروبلم ف انسامبل عادي. انا بقى ليه جبت سيج نفسك؟ عشان انا كنت عايز امشي على الحته دي، عايزين نعرف الاستراكشر بتاع الدي بي. الاستراكشر بتاع الدي بي عامل ازاي؟ اولا عندنا جلوبال انفورميشن. ايه جلوبال انفورميشن بتاعتنا؟ اللي هي الاريز بتاعتنا وات ايفر، ممكن تبقى سيت بره فيكتور عارف ما اي داتا ستراكشر بره دي جلوبال انفورميشن بالنسبه لنا. ان شاء الله حتى لا قدر الله اوعى حد يتخض سيجمنت دي. بس انا مش هتكلم على حاجه زي كده دلوقتي او مش هتكلم عليها النهارده. في حد بيسال في الشات؟ حد بيسال في الشات؟ طب دقيقه طيب وهرجع. فايه الاستراكشر عندنا؟ جلوبال انفورميشن اللي هي الاريز بتاعتنا او وات ايفر، عندنا اللوكال انفورميشن اللي هي الستيتس، اللي هي دي انفورميشن بالنسبه لنا. ليتس سي مثلا في نفسك عندنا هنا الجي دي بتريبريزنت لنا ماكس ويت والاي دي بتريبريزنت لنا السايز بتاع البريفكس. في حته ثانيه ممكن يبقى معانا مثلا ريميندر، في حته ثالثه ممكن يكون معانا سام سو فار. دي بالنسبه لنا انفورميشن، دي كلها انفورميشن. فاي دي بي في الدنيا بيبقى عندنا حبه انفورميشن كده، حبه ستيتس بنمشي بيها. دي بالنسبه لنا كده زي
معلومات بتقول لنا احنا بنحل انهي مسألة او بنحل انهي سب بروبلم. هنا مثلا في النفس عندنا الاي والجي، دول احنا مسميهم ستيتس، يعني اي والجي ار كود ستيتس. ودول بيقولوا لنا ايه، دي زي لوكال انفورميشن بالنسبه للمساله، لان احنا عشان احنا مش احنا في الدي بي عامه بنحل سب بروبلم على اساس اللي قبلها، او بنحل سب بروبلم على اساس الحاجات احنا حسبناها قبل كده. فبالنسبه لنا ايه السب بروبلم بقى اللي بنحلها، اللي هي الستيتس اللي هي الاي وجي، اللي احنا بنبدا عند بروبلم معينه او حته معينه تدينا انفورميشن عن الحاجه اللي احنا بنحلها دلوقتي. وعندنا ترانزيشنز ما بين الستيتس، يعني عندنا بنحسب نفسنا على اساس دول، على اساس الفيرست ستراكشر بتاعت او على اساس الحاجات اللي اتحسبت قبل كده. مثلا ليتس هنا فايند فاليو في اي ماينس 1 وجي، دول كده الحركتين دول اللي انا عملت كول لنفس الفانكشن، او يعني ريكيرجن هنا بالطريقه دي عملت حاجه اسمها ترانزيشن، ان انا اتحركت من ستيت اللي هي اي جي لستيت تانية اي ماينس 1 وجي ماينس 1، او هنا اي ماينس جي اي ماينس 1 وجي ماينس مش عارف ايه بلس مش عارف ايه. طيب مين بقى اللي كان بيسال في الشغل؟ ايوه كان في حد اللي قال من عندي، لا مفيش، اللي كان بيقول كنز الجوريزم هو فعلا بتاع بي اف اس ده اسمه كنز الجوريزم. دي في ناس بتبدا من حب الاخر الدي بي اندكس ايكوال ان بيز ايكوال بيز كيس ايكوال اي، مش عارف كونفنشن يعني كل واحد وذوقه بقى. اوكي طيب كنت عايز اقول حاجه بقى، بالنسبه للكومبلكسيتي مثلا بتاعت مساله زي دي، نلاقيها دايما كومبلكسيتي بتاعت مساله دي بي في الدنيا تبقى الكوست بتاع النمبر اوف بوسيبل ستيتس. ايه النمبر اوف بوسيبل ستيتس هنا؟ الحاجه يعني ايه نمبر اوف بوسيبل، يعني ايه نمبر اوف بوسيبل اي جي هنا؟ اي بترينج من 1 ل ان، وجي بترينج من 0 ل دبليو وات ايفر. فالنمبر اوف بوسيبل ستيتس هتبقى ان تايمز دبليو، والكوست اوف وان ترانزيشن، يعني احنا كنا كاتب الفورمولا بتاعتها هنا، كومبلكسيتي دايما تبقى نمبر اوف بوسيبل ستيتس تايمز كوست اوف وان ترانزيشن، او ليتس سي ماكسيمم كوست اوف وان ترانزيشن. انا ماكسيمم عشان الكومبلكسيتي تعدي نحسبها ازاي؟ بنحسبها هو هل دلوقتي ما لو هنحسب الترانزيشن هنا بنعتبر نفس الفانكشن اللي عندنا دي اللي بنقولها دايما دي، بنحسب نعتبرها كونستانت. ليه؟ ده فايده الميمويزيشن بقى، يعني لو ما فيش ميمويزيشن دي هتتحسب تي اوف مش عارف كام ايكوال تي اوف مش عارف تطلع 2 بار ان باين حاجه كده. هنا احنا بنحسبها كونستانت عشان احنا عارفين انها لو حسبناها قبل كده مره هنحسبها تاني، قصدي مش هنحسبها تاني. فيعني دي فايده الدي بي، ان هو بيخلي الكيرسيف كول ده كونستانت الكومبلكسيتي، هو مش كونستانت بالظبط قوي بس احنا بنحسبه على اساس ان هو كونستانت. وبنحسبها بالطريقه دي كوست اوف وان ترانزيشن. هنا مثلا كونستانت يعني الترانزيشن ده كله كده بالظبط كونستانت، عشان دي كونستانت دي كونستانت كومبيتيشنز اللي انا دي كلها كونستانت. ف تايمز 1 هنا فالكومبلكسيتي تبقى او في ان تايمز دبليو عادي. طيب اوكي لازم نتاكد في الدي بي عندنا ان النمبر اوف بوسيبل ستيتس هيفيت انت ميموري، يعني هنا مثلا 1 اي 7 ده اخر حاجه الميموري تعرف تشيلها 1 اي 7 او 10 باور 7 يعني. طيب لو جيت سيت النفس كل حالات الكيرسي، فاحنا بنفوكس النهارده على اتريتيف دي بي. انا عايز ابص على الاستراكشر بتاعت ال الكولز هنا، خلنا بالنا نلاقي مثلا لسه ان احنا ناخد اي حاجه من الحاجات فين المساله، عايز مثلا خلينا نبص على السامبل اللي جابت اي سي، نسيت والله انا بص على البرت ما علي. اوكي عندنا مثلا بنبدا بستيت اللي هي عندنا بريفكس 3 و 3 و 3، وبعد كده بنروح من ترانزيشنين الستيت فيها يا اما تيك يا اما ليف. لو هليف هيبقى الستيت بتاعتي، يعني خليني بس احط الايتمز قدامي كده ولا حاجه خرابي ماشي.
انا كنت عملت سكاوت ده سكرين شوت القديم. ما علي. ايه ده بجد والله؟ ماشي ما علي. لو انا عملت ليف بس انا هعمل حركة حلوة، كان مش عارف تفيد ولا لا. انا عملت ليف، هيبقى الستيت بتاعتي 2 و 8. انا عملت تيك، الستيت بتاعتي انا بص على الايتم دي، حلو. هيبقى انا الستيت بتاعتي كام؟ تبقى 2، بس انا خدت الويت فهيبقى 3، صح؟ دي كده اول واحدة بتبقى الاندكس، تاني واحدة بتبقى الويت. انا بس عايز اصغر الحتة دي. بص عليه من تحت كده شوية. ماشي. لا 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 لا. تمام. المهم يعني فانا هنا مثلا في 2 8 لو عملت تيك، عملت تيك انا هروح على ستيت 1 وكام و4. انا عملت تيك، عملت ليف، روح لستيت لازم اعمل بورت 1 و8 برضه. حلو. فانا عملت ليف روح لستيت 0 8، عملت تيك روح لستيت كام 0 وكام 5. عملت ليف راح ستيت 0 كام 1 باين ده. لو عملت تيك قصدي، لو عملت ليف هروح لستيت 0 و4 برضه. المهم يعني انا هكمل رسم الجراف ده، لو بصيتوا هتحسوا ان الترانزيشنز بتاعتنا معمولة بشكل، الستيتس بتاعتنا معمولة بشكل ايه؟ دايركتد اسيكليك جراف. ده سبب ان انا بقى في اللوجيكال سورتنج ان احنا عندنا الستيتس بشكل دايركتد اسيكليك جراف، مفيش ستيت بتعتمد على ستيت تانية، يعني احنا كل الستيتس معتمدة على بعض بشكل دايركتد اسيكليك جراف كده. حلو. مفيش سايكلز طبعا. ليه عايز اقول ليه في المسألة دي بالذات مثلا بنعتمد على دايركتد اسيكليك جراف، او ليه الشكل بيطلع دايركت ايسيكليك؟ عشان احنا دايما بنقلل الاندكس، دايما ترانزيشن بيقلل الاندكس. بس ما علينا، ليه بيطلع ايسيكليك اصلي؟ اللي انا كنت عايز اقوله ان عشان نحسب حاجه زي كده، او ان انا عشان كل شكل اي ستيت اي دي بي بيبقى بشكل دايركت ايسيكليك جراف شكل الستيتس ده، احنا عرفنا ميثودولوجيكال سورتنج من شويه ان احنا ممكن نحسب اي دي بي في الدنيا ايتريتيف، اي دي بي في الدنيا ان احنا نعمل، يعني بغض النظر عن ان ممكن يكون في دي بي معقد بحيث ان هو يتحسب، نضطر يعني، ما ان احنا مش هنضطر نعمل كده معظم الوقت. ممكن لو عايزين نحسب اي حاجه ايتريتيف نمسك الترانزيشنز بتاعتنا نحولها بشكل جراف كده صغير ونعمل له توبولوجيكال سورتنج. وعشان بعد ما نعمل توبولوجيكال سورتنج هنكون عندنا ترتيب كده معين للجراف، يعني مثلا هيبقى عندنا يبقى شكل مثلا ماشي حاجه زي كده، ماشي على دول الاول بعد كده دول الاول بعد كده دول الاول بعد كده دول الاول، فانا اكون عرفت ان انا احسب دول قبل ما احسب دول. حلو. مورال اوف ذا ستوري، اي دي بي في الدنيا او اي ترانزيشنز شكل دي بي في الدنيا بيبقى شكل دايركتد اسيكليك جراف، ممكن نعمل له توبولوجيكال سورتنج لو اضطرينا، مع ان احنا معظم الوقت مش هنضطر، واحنا لو في مساله عايزانا نعمل كده غالبا هيتحل الكيرسر مش ديتيريتيف. اسمع لينا، يعني الاساس بتاع الفكره دي ان احنا اي جراف في الدنيا عشان نعرف نحسب اي دي بي محتاجين نحسب اللي احنا رايحين له قبل ما نحسب نفسنا، وبنمشي والترانزيشنز بتبقى بشكل او الستيتس بتاعتنا بتبقى بشكل دايركتد اسيكليك جراف. حلو. طيب في امثله كتير بقى، الفكره بقى في نفسك مثلا في ممكن يبقى في انفاريانس صغيره، او يعني ايه انفاريانس؟ انا بسمي الكلمه انفاريانس، الكلمه دي بالنسبه لي مهمه شويه صراحه. فاريانت يعني حاجه ما تتغيرش. حلو. ممكن يبقى عندي انفاريانس
بتقول لي الستيتس بتاعتي ماشيه ازاي. يعني مثلا في الدي بي عندي هنا لو خدنا بالنا ان احنا الايدجز دايما بتقلل الاندكس، انا لسه هتكلم عن الموضوع ده من شويه، الايدجز دايما بتقلل الاندكس الاندكس. فانا ممكن عشان احسب نفسي، عشان احسب اللي انا رايح له قبل ما اروح له، امشي بترتيب الاندكس. في مسائل تانية لسه هنبص عليها بتمشي بترتيب اللينث، سألت تمشي ترتيب بوك كاونت، سألت تمشي ترتيب الدبث. انا كنت حاطط الحاجات دي هنا، يعني structure بتاع كذا حاجات دي بي احنا كنا بنعملها قبل كده. نفسك هتبقى اندكس، رينج دي بي هتبقى لينث، دي بي انتريز هتبقى دبث، ممكن بيت باسك دي بي يبقى بوك كاونت بتاع الماسك بتاعنا. حاجة كده يعني. اولا انا بس عايز ادي بقى بريك 5 دقايق كده او 10 دقايق قبل ما اخش على المسائل دي او ازاي نكتبها اتريتيف، وفي نفس الوقت عايز اشوف لو في اي حد عنده اسئلة او اي كونسيرن. انا كان عندي سؤال. ماشي اتفضل. هو دلوقتي احنا معتمدين في الرسم اللي انت رسمها دي على ان الاندكس يتكرر مع نفس الويت ده، يعني ان الرقم اللي على اليمين مع الرقم اللي على الشمال يتكرروا تاني بعدين، فانا ساعتها هحتاجه. يعني او لو ما اتكررتش، يعني لازم نفس الستيت يتكرر تاني في وقت تاني عشان ساعتها يوفر تايم بالنسبه لي، صح؟ لا يعني هو بص، هو انت بتريح دماغك وبتعرف من الترانزيشنز ان انت لو ما بتحسب حاجه ما تحسبهاش تاني، يبقى انت عارف ان الكومبلكسيتي بتاعتك بتحسب بنفس الطريقه، نمبر اوف ستيتس تايمز كوست اوف ترانزيشن. بيتكرر ما بيتكررش بقى مالناش دعوه، فاهم؟ انا قصدي يعني، طب ثانيه، لو احنا دلوقتي جبنا حاجه مثلا ما بيعملش اوفرلاب خالص ولا مره هتعمل اوفرلاب، ساعتها أيوة. هتاخد هتاخد الاثنين اس ان كلها. بس ساعتها الاتنين اس ان هتبقى صغيره فشخ لدرجه انها هت مش هت مش هت فاهم، هتبقى زيها زي الان تايمز دبل، فاهم؟ يعني انا ما بركزش كتير هو يحصل اوفرلاب ولا لا، على ادام انا مختار ستيت هتفت يعني. بالظبط، عشان تعرف الكومبلكس دي هتعدي، فمش فارق معاك انت هيحصل اوفرلاب ولا لا. تمام ماشي. حد تاني عنده سؤال تاني؟ هو سؤال جنرال قوي، بس هي الفكره مثلا انا مساله فتحتها ومش عارف هي توبيك ايه، اعرف منين انها دي بي وهي دي بي؟ تعرف منين انها دي بي وهي دي بي؟ أوه. والله اي مساله في الدنيا عامه بتفكر فيها نايفلي عادي، بتفكر فيها يعني كانك بتقول خلينا نبص نبدا واحد واحد زائد واحد بيساوي ايه؟ 2. وبعد كده تقوم مكمل تفكير في المساله. جالك حسيت ان في ريكيرسيف سب ستراكشر، حسيت ان انت بتحل الحاجه على اساس حاجه قبليك، يبقى ممكن تفكر في دي، فاهم؟ فانت يعني اي مساله عامه في الحياه انت بتفكر فيها نايفلي شويه يعني، او دي استراتيجي بتاعتي يعني، بتفكر فيها بالراحه، بتبدا من اول خالص كانك مش اولا ما اسيوم ان انت تعرف تحلها عشان ما تفقدش الامل، او dont give up before you even started. وما تحسش ان انت في توبك ناقصك، تخش عليها بطريقه بدماغك عادي جدا، وبعد كده تلاقي الدي بي طلع طلع، والموضوع ده هيتحسن اكتر مع براكتس في سؤال تاني؟ هل جاوبت على سؤالك يا عمر؟ تمام. انا كنت يعني بعيدا عن البراكتس وكده، كنت هل في حاجه بلاحظها مع الحل مثلا علشان اقول المساله دي على طول دي بي من غير ما اقعد الف كتير في المساله؟ شكل تحس كده الشكل ريكيرسيف شويه يعني، لو تحس ان انت وانت بتحل حاجه تحس ان انت لو شلت element او لو بتفكر في حاجه من غير element معين تلاقي نفسك بتحل نفس المساله تاني بس على سايز اصغر، احتمال كبير لو ده حصل يبقى المساله دي. تمام. السلام عليكم. وانا كنت مش فاهم مفهوم الداج اللي انت شرحته من شويه. هو بس فيرتيسيز وما بينهم دايركتد ايدجز، يعني زي كور كده او حاجات صغيره وما بينهم اسهم. يعني ايه داك بقى؟ يعني ده دايركت جراف اللي انا قلته. يعني ايه داك؟ يعني نفس الشكل ده بس ما فيهوش سايكلز، يعني ما فيهوش حاجه زي كده، مفيش حاجة بتروح لحاجة، حاجة بتروح لحاجة وحاجة بتروح لحاجة، بترجع لنفس الحاجة تاني. داج يعني ايه؟ اختصار لإيه؟ directed acyclic graph، يعني directed graph بس acyclic، يعني مفيش سايكل. تمام، شكرا.
طيب نرجع كده على 55. في حد عنده أسئلة تانية ممكن يحط